يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أيها المثل ذا الرحمن إكسام سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى اسمه من إيش الرحمن الرحيم الشرع التوبة غفل عباد إليس أكل يبغي لي العبد أين يبغي يخدم ثمرة التوبة دائما تليغا سيد ربنا الوقت يدي زيغر ورس أدي زي صصفة صصدق سيد ربي ثمرة التوبة يستليهم دائما. على خطر أيضا مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يزرع العباديس بليح إن شاء الله طالع غلطان أسمثني دي خلق من طبيعتهم يزرع أغلطان. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن العباد مرة أكو ذي الغلطة إلا حشر لطارة غلطان إلا ولكن الخيار ذلك سيد قد يستوفن دي قد يتزين غير سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. يقرد دايد مثلا قوليس عزيزا وإن دقيقا يقرد فاستقيموا إليه واستغفروا. يقرد فاستقيموا إليه واستغفروا معناه أثنوا فريدي دي تسوي الغابورين إذ وقيم على دوين إن دو استغفر على خطر أفريدي تسوي مع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أفريدي المستقيم ولكن على طريق الوثي تسوي نوري فلالا رجاء ذي فسنا رجاء ذي حشر لطريقه لآدم عليه السلام لفبث نغر أمزواره إذ كسي ربي الخالق سبحانه وتعالى يوم رأيت دي ناس يسترد التجراني تصوت تنفسي دي يسترد التجراني يسوف غادي سيد ربي دي جنب ولكن أسمك ثوف غار سيد ربي سيد ربي ما يثوف في الناس. إذن أدي قال فاستقيموا إليه واستغفروا إن هذا ثوف ريد إدي تسوي الغرور إن تستغفروا معناه يسرب اليوم حشر لطرن ولا طر إن ذو لكن نزل بغرور تستغفروا سيد ربي هذا من يعفو يقبل قولي سعزيزا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقال ثوب مرة أكل مثلا المؤمنين يعني المؤمنين ما لديه درد أهل الإيمان هذه يقال ثوب ثغر سيد ربي المؤمنين إن أكل ذي سربي على خطر ما دينا ثوب معناه حشر غلطة على غلطة العالم ذاك اللي يبغي لي غاس الإنسان المؤمن أي غلط إما يعلم سوى غلطة نشوى إما يعلم ولكن غلطة حشر غلطة طريقه ولكن التوبة تعتبر بالواجب على كل انسان مؤمن على يقال يتوب على سيدي ربي حتى حشر لا تقوى كاكيم وسيدي ربي مشبح سبحانه وتعالى يقرد قوي عزيز يقرد واني الغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ان انت برث التوبه ينوم في الليل دائما مدي الزين لعبد غروري ان انت حشر اعفو ولا سعفو كما يتمثل الرسول صلى الله عليه وسلم ما مشي ثقه ان الجمعه الى الجمعه يقرد الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما مجتنبة الكبائر يقرد قرد ظلام قرد ظلي تسير يعفو سيدي ربي ذنوب خمسة ظلام يغدي فرض سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن قرد ظلي تسير ماذا قلنا ثغلت الثوف ذا سيدي ربي ظلي ذنوب دون كسيد ربي ذنوب يعفو والجمعة الجمعة أهي يعفو سيدي ربي وإذا رمضان أذيك يعفو سيدي ربي أكن يغيبل الذنوب سيدي ربي يعفو ثم مرة أكاكين باش أنظر الرحمن الرحيم ويجرى العبديس بليم أذي تخبط ذي الغلطة أذي تسيي سيدي الرحمن سيدي ربي وتسيي سيدي الرحمن سيدي ربي وسقال راه بلي مغلط غرا اسمي نظر ديما نيك بلي السلام كاين مغلط غرا السلام كاين اش اللي ثاني شي اثنين غير اللي شبهني ما نيش قاد كاين من الملائكه السنه حسب وراك يقيم واحد خزرك خزرك مثلا سفيان الثوري رحمه الله العالم الجليل في النصر رضي ربي اسمي ميكس نساب ايش كاع ريونو بدا كريس العالم الجليل خلاص حماد بن سلمة رضي الله عنه اني سنسد روحه ورضي يحضر ذيك ما قال لنا اتفضل في نفسي ديرو يقول لك غرور حماد بن سلمة رحمه الله اني يا سفيان اني إنيس شي ما كانت تشرور إنيس تشرور إنيس كشيني أروينك اللي تحمي هذا غير يغار تشدود أروينك اللي يتسرج هذا كان يغار تشدود أشي ما كانت النغلي ذا شو غادي ينضبش سفيان
سفيان رحمه الله، سفيان الثوري رحمه الله، إنيس يا حماد، إنيس أسألك بالله، إنيس عناك ربي يا حماد، حماد بن سلام، إنيس يا حماد عناك ربي مريد لي غضني كي نغري من عندي جهنم. أقي فيك مثلا العالم الجليل إن أهترض كي نغري من عندي جهنم. إذا الإنسان دائما وأبدا ألي حس بما نيس نسيب المجرم ونظر طرف وني نسوح على ماذا عشان نكون حشر غلطات، ولكن ما يصير لعبدي ما نيس باللي مور قوري غلطانة ما ذنك غرقبك مرة ذي العيوب مرة إذا وينك حميسي لربي ذوين من يسكنه يبدلو فيس يتصرق حيثا كاقيم الجنايه مثلا واحد سبالغه مليح او ارفق الظلام. اذا ادي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو رمضان الى رمضان المكفرات لما بينهما، ادي كفار سيدي ربي ندلو بليك في رمضان الى رمضان. اقلع على نسحيش السقيم بفضل الله وبرحمته ونحمد سيدي ربي سبحانه وتعالى نسغي الجنه الا تنسحيش الشهر يفن الشهور مره، الاوقات يفن الاوقات مره، ذا الشهر للرحمه، ذا الشهر للتوبه، ذا الشهر للمغفره، ذا الشهر ينزل سيدي ربي من الرحمات، ذا الشهر يعثق سيدي ربي العباد من النار، ذا الشهر للخير الى الشهر رمضان. هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث موضوع ان لو كان زرين العباد شو الخير الا داخل رمضان، ان ذا من الناس واش كان هذه اللي رمضان. الله اكبر. كغيد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أيت بالشير الصحابين أرسل قال يقضيكني إلى رمضان، هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين، وقام الشهر من الخير يكون عندي قضاء في بورا الجنة في ثلاث طربية في بورا الجهنة نقلق فيه سيدة ربي ويتشد سيدة ربي الشواطن. هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة خير من ألف شهر، لا يوني ذي الشهر خير والف الشهر. زال كريت مثلا إنسان ماذا قلنا يحمي ثربين أصاب الليلة إذ قام يذكر يتيقى حي. أدي قرر الرسول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أشياء فسل ربي ذنوب كامل. خطر يوني ذي يف ألف الشهر معناه يف 83 سنة وأربع شهور للعبادة ماذا قلت خدمت يفت يوم يضيع إدي جعل سيد ربي نصدخل إلى رمضان خطر يفكيس الزر لكسيد ينزل القرآن الكريم. الله أكبر. كان هذا مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكسيد ينزل القرآن الكريم، يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، دخل ليلة القدر إدي ينزل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. كان هذا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ منه ولم يغفر له، إن دوقي ذا مغفول ذا مغفول ذا مغفول ونفر يعدي رمضان يعد فس رمضان ونس يعفر سيد ربي إن دولش مغفول إذ يقال أكاد يقال وش بحنا نفهم صلى الله عليه وسلم يقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا قلنا فرزمض الصيام الصح الصيام حب سيد ربي الصيام الصدق الصيام الإيمان فرزمض على خطر سيد ربي يكتدي فرضا إذ انت ذا الأمر صور سنتان كي دقيقة إذن سيد الفضل ألا له الخلق والأمر إذن سيد الخالق إذن سيد الآمر. إذن ماذا قلت فرزمت إيمانا بلين ذا الإنسان إذن بلاك كي دقيقة إكد يومر بشارة فرزمت وتصريد بلين حشد في عكالة دي سوى اشتاجم ودقاء واحتساب أترجل السوى فينك ذا الأجر إنك قال سيد ربي من خالق إكي قال إكي يعفو سيد ربي دلو فيك مرام وغفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة عند الإفطار، عند الإفطار من وقتين الفضل سعد يوم الدعوة المستجابة ألفت فسنك رسول ربي وكذا اكثر الدعوة اليوم اقبل سيد ربي الخالق فقام ليوت الميزان سيفكار الصائم أي مثل. الله أكبر. يقرد معلم بن الفضل رحمه الله إن السلف الصالح حبيب من ربي ويقنوا دلو دركة قبيرة مثل سفيان الثوري رحمه الله واتباعين سمرة دي القرون نغيك حب سيد ربي ثلاثة القرون نمزولك حب سيد ربي هذه قد ست شهور قبيل أتسع مننا سيد ربي اللهم بلغ لرمضان نغار بس وغدا نعيش رمضان وست شهور بعد مريفك رمضان اسقر اللهم تقبله منا أنا سيد ربي قبيلة فيه أقفي أسقر ربي السودة غث نعيش السودة غث نزوم ست شهور أقفي وست شهور بعد أسقر سيدنا رسول الله قفي يغض رمضان ذي العامل نخذ المرة زغيز. الله أكبر. كغيث مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة عند إفطار عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربي. سنف الفرحات إقنين الإنسان المؤمن مرض كاردكني عن صزومة السبحانة ماذا قلت يعشى وتظلت بليدي العيبة دغيوت السعدة الإيمان مشهولش وكتفن بالسيف
يعني ما كيطف باش كيكسر راسك كيكسر الماكله، ولكن الايمان ديال انا كنقول لك كيصادر غرويه ما ردي كان الوقت اللي غنفضل باش غادي تفضل الصفر حتى زايد باش غادي تفضل. الله اكبر. كان غير مثلا وصفر حتى مريم العيد الفطر ما ديال العيد الفطر العيد وين يوزن وين نوزمرو شعار العيد وين نوزمرو شعار الفرحه وين نوزمرو حاشا وين يشعل العذر وين يشعل العذر يفانو بريديش. ولكن وين ريش رمضان بلا العذر بالتعمد ايتيشا وجيني من الكبائر كم قران اللي نخدم ولشعار الفرحه ما تشنك للافطار اما اذا من ريم شدوا بالخير سبحانه وتعالى. كما مثلا يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقول ربي والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان دار الريح اللي عندي تفالك النجمين وين لكن يقول لك ان اريف غير سيدي ربي الريحه من المسك. حضرتك اي مثلا وين يسعنا زي غير سيدي ربي اشتكي من قدتنا عقل شبويه ولا اظنظر الايمان راه غير سيدي ربي غير شبويه ولا ولكن اي مثلا الا قال انا وين بلا شيني شخصي لاجين الى قدرت نجرس داخل خطرنا ماذا قلنا موث نفهم انا ونفهم انا ديننا ماذا قلنا ما نفهم مثل ماشي كان رمضان الصيام انا نفهم ولكن نفهم ديننا مره ذا شو من الصيام اشي ما غادي فرض سيدي ربي الصيام ذا شو من الصيام ذا شو ما غادي فرض اشي ما غادي فرض سيدي ربي الصيام. الصيام هي مثلا ديال اللغه الامساك ما دين الصيام معناه الامساك. الامساك ماشي كان في مكيان ماشي كان في السيك ماشي كان في شهوه الشهوه النفسيه العاد شهوه الفرج الامساك في الجوارح مره ماك هذا يشعل الامساك العبد الجلسي هذا يشعل الفاسلي هذا يشعل الظهر الجوارح مره ما تنط معناه الانسان هذه كم ديال الجوارح الجارحة تنزول في الجارحة تنقلوا يوتو لست شفغالة مفوس واقين يعتبر إذا الإمساك خزرت كان ماشي نقرر كان ديما كيانو كتسيسي ديما قرر الإمساك ولكن ولدي لسي سحال الإمساك أمكيس لنا مريم بنت عمران عليه الصلاة والسلام أمكيس لنا إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فنيس نكينا السجن وزامة ذوهي نسلوا هكذا كيان يسلوها يلقوا من إنسي ميت بقنا سيدنا عيسى عليه السلام يقول الاستدلال التام كتيني من قرش الجن اللي تقول فنيس وزامة وزمي الغرادة الدهدرة وزامة أمسلاي وزمي الغرادة الدهدرة. الله أكبر. كان مثلا ماذا قلنا بالمعنى الشرعي الإمساك الصيام معناه الإمساك الطعام والشراب وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ماذا المكلة؟ أما تسيد أما الشهوة تنفسي من الأدم ذي الفجر حاشا ماذا قلنا ذي الوقت نيون المغرب كان يتمثل الواقين يسرد يمر سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى إذا نسيد يقرن قول إيسى عزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المؤمنين إلا دي فرضت سيد ربي كتب معناه فرض يكتبت سيد ربي يفرضت في اللون سيد ربي الصيام أما كنت دي فرض في العباد إلا في الجيال نغى الأقوام إلا نقفي أنشتقين باش أديكس كرام اللعران اللي يحس الانسان في الصيام ماشي حاجه يكون في زمن وصامت الاقوام قاعده قوم سيدنا نوح قوم سيدنا مره الاقوام قاعده مره الانبياء الرسل قاعده مره وزمن يسهل في سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى شو سليقي ديال الصوبي ماشي حاجه يكون من في زمن وصامت بيننا نوح كان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ويجعل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الركن الرابع الصلاه الصيام بعد شهادة لا إله إلا محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وقام إخدمت ضركنا الرابع من أركان الإسلام. أكاية مثلا إذا كل إنسان مؤمن يفرضت سيد ربي سبحانه وتعالى في الصيام كل إنسان مسلم كل إنسان بالغ كل إنسان عاقل كل إنسان مكلف إلى قدر يزور حجم العبد يسعى للعذر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ما ذكرني يهديك العذر غير الذي المسافر سيد ربي سبحانه وتعالى اسم حاسب اللي أذذي ولكن أذذي قضوا من بعد ويسمح إثيوين ما في لين ذا سلحيض لكن ما كان فرق ذي ثالثينس ذي الحيضينس نغا في لين ذا النفسة مثل ذات ثق اسم حاسب ربي الخالق سبحانه وتعالى أذى سبحانه الله أكبر. كان يتمثل إذن ماشي ما دلين الصيام وإذا رأت الصيام في المكنة ما قلت سيد وحدس ولكن الصيام في الجوارح الصيام الجوارح مرة خطر يفغى سيد ربي سبحانه وتعالى بلينا دغي سياز نغى دغي سفات ولكن يفغى أدغي يستعلم
اي نسانيه نساني ديال ثدرث العائل الدوني ديالنا واش ما ديرو اذا كنت سيد ربي غادي قرا باش تستهنيض وتهنيض لغيرك سلاد الحوايج كنتينا غتستهنيض وتهنيض لغيرك اذا الصيام اذا كان الصيام في الماكله ما اكسيسي وكذا الا المؤقت لشهر ايون شهر وحس دوك سبوز ولكن فاش في ديفكا باش انا فشت نفسي تما اكن انشد كان كل الجوارح حنا ارجو من يدس ولكن الجوارح حنا غنرجو من 11 شهر وسكواس مره ماشي حاجه من الشهر من رمضان ولكن 11 شهر مره وسكواس لا لعبه من جميل هذا الطفل النفسي ينسم الى كان عقليك ان بالك ما في الماكله وجبه هذا يتفهمانيش ما قلنا دور الفعل وجبه هذا يتفهمانيش وجبه هذا يتحكم به النفسي تنش ولكن الصيام يساد باش اغير ان تحكم به النفسي تنا ان الماكله اكسيسيتي الى الدحيايه باش أدل أخر وين إلا ندي حرام الرسومة لجوار حنا إلى المدة مرة ماشي كان ذا 11 شهر دي قيمة ولكن إلى عمر بلا دم مرة كان غير مثلا الرسومة أفين إلا ندي حيالي أما ذا المكنة أما تيسي باش أدل أخر وين إلا ندي حرام خطر ما الرسومة لجوار حنا أنا عقيب اللي أثن نجح أما كنين أثني دي فكاسي لربي الخالق سبحانه وتعالى من كل الجريحة غير دي فكاسي دي مهمة وإلا قرأ تسوف غير مهمين اش من ديك ربي ثيتاني ثيتاك تشواليديس تشواليديس افريد يشوفو من غير مساجد افريد يشوفو من غير مكان الاصلاح قالت خمسه سيس لاغرومي اف كيك سي باش تصغر المصحف من القران الكريم وين دينا ربي غادي يدينا الرسول صلى الله عليه وسلم هاد الشمه قال وين انا ندي حياي الوكان المهمه اف كيك سي ديك ربي يديروا الا قالت الشوفو ديال المهمه ليش باش تسوجها غير الحرام ولكن اش من كثير شي ربي باش من كثير غادي يشوف ديال الصيام اف الماكله ما اكتشي باش نطفي الجوع حنا اما كاين اللي ديك كاشي ديال ربي الخالق سبحانه وتعالى اثن الجيل المهمه باش نستخدم وين انا ندي حياي الله اكبر امس السمعين أسمح تسلي وين إلا نديحي إذا إفاسني كتخدم وين إلا نديحي إذا رني كتصرح لها وين إلا نديحي وصرح لها غير وين إلا نديحرا كشيني ماذا قلنا نستخدم من جوال حينك وين كحب سيد ربي المهمة كان في خلال الدفاع سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أعقيد ربح التوفيق ذا اسم كثير أكد يغدي اسم كثير الصيام للناد للدروس يقع الدار بالليغ العبادات الشعائرية أما تصلي ثمن زكاة أما الصومة ماذا حيش باش أفيد المكتير باش أثنوات واش هي أثنوات؟ أثنوات دي العبادين باش أنخدم الصلاح دي الدونيث باش أنخدم مرة أين نديري ونسكي دي فراء ونخد عراء ونسكر عراء ونسسر الشوي ونتبع على الحرام ونصدر على الجيران ونسسر الجيران دي تيسا ونصدر على الوالدين ونسع أين لم دي حرام مرة أدس الأخر أن تبع أكل دينا ربي أكل دينا أنفين صلى الله عليه وسلم كما ماذا قال لك شنو الدعاء اين دي الناس اللي ربيهم الجوارح اللي كيخني اخني في سيدي ربي اخني فر سيدي ربي هذا موجد اخني سجل دي النعمه يدي فيك ماشي في كي سيدي ربي الصحه صحبه استعداد في الغشي ماشي في كي سيدي ربي اللسان في كي الفصاحه ومسري صحبه الشباب الشباب الى الغشي ما في كي اين يدي فيك هذه النعم مره وما بكم من نعمه فمن الله انت كي تدي فيك اهضر في كي سيدي باش تخمط تضر العباديش يفكر سيد باش تنفع ليه عباديك يقال سيد ربي قويس وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ملك الله كل منها حمد سيد ربي تشكر فين في يوم دفك تسخر من خطر ما دين الحمد سيد ربي تشكر في النعمة غير دفك تسخر من وين العاية باش يشوف سليك لك هذا ستيلر ولكن تسخر من وين العاية يفكر ربي الشيء يفكر ربي المال سقضى ربي حمد ربي شكرك ولكن الشيء أتعرف صبرا ربي وين ماشي الحمد للشكر وين ضمع عصيان قضايا ما الحمد سيد ربي تشكر أتذكر أتشت الصدقات أتزرد مغفول أتزرد كليل أتزرد أهوجيل أتزرد كل قضية ضرورة المرة سنية عمام يدي في كاسي قربيا وادي قال سي قربيا أكش الجغفنا وادي الزيادة عمارك تزكرا وما دي قل لك شيني تفغضي وفريد سي قربيا تطغاض سنية عمام يدي في كوخلا ألا في كثرة السلسلح نسيك تيدي في كان حاجة تكسام لك في كسادي زي في لكي يكوز وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد كان يد مثلا وانا عقيب اللي الجوارح اللي وكان يديروا الدراكه باش كيف نتسيد ربي باش نطف دائما غير في الحلال اتشهد نسك في يوم القيامه اتشهد السنه فوسي واش ما اتشهد في اليوم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ادي نطقوا فوسي باش تدخل يدخل مضيس ادي نطق يسي باش يدخل مضيس ادي نطقوا ضاريس وضاريك باش يدخل مضيس يا نوز من الغرغه تقرأ خطرت الصح كلا لدينا اذا الوكيل الصيام مثلا ماشي الصيام المكيه اكتسيت وحدس وهي ادنى مراتب الصيام الصيام وكيف كان في شي ربي خطر بنو ادم ضعيف المكيه اكتسيت باش تلقى غير تشكو يتبرى العام يستغني غير في دين
ولكن المقصود الأساسي ذي الجوارح. الجوارح اللي كذا ظنت أكام أدنى مراتب الصيام بالمكان المكتسي، ولكن الصيام والجوارح إذا الأساس ذو اليوم إذ الصيام إذ مثلا وش نعرف كسيد ربي الصيام لماذا نعرف كسيد ربي الصيام؟ أه طرع الرحمن الرحيم يفغم هذا غي جيفان هذا غي جيفان إيراز خاطئ إذ مثلا إذ الإنسان الذي قرر سبحانه وتعالى يريد بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر. إن تفغغوا أين العين ولو نفغغ أين الدين يقبل قويس عزيزا يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما دلني لعلكم تتقون معناه المقصد الأساسي للصيام للتقوى ماشي للمكان أنا أكتسي وإن للمكان أنا أدف لمنك يكسرس يكسرس السيد يكسر المكان أنا تغير طلوزة تغير تفوذة لأنه كده يسمك ثين التقوى أدف مثل أشياء إذكر رضي مني كنشتنا هذا خطر ثمان وينك يهدي خلقا وينك يكد رزقا وإذا تسمي كده يمرا وتظرم بالذي نفعك الذي يسوى نشتنا. إذن المقصد الأساسي باش أنا من المتقين أرجع يا رب من المتقين دش التقوى غير مثل إمدينا لعلكم تتقون معناه أخير يفضل سيدة ربي فلو الصيام باش تصور بهم باش تسعون الصفة يجين التقوى رجع ربي من المتقين. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب أن ما دل التقوى أجعل هذا الحجاب يقرب وين لا يغض لا يصغض من سيد ربي كرب وين لن دي حرام كرب وين دي في جوجين كرب وين دينا وخلاص كرب وين دينا بعد اسم رب أكو أتخمض الحجاب يقرب يدس الله أكبر كغير مثلا التقوى أتسوى ذات سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أتسقل عدس وين يكذف كام يكذفك سيد ربي نانش تنين أكذفك وتشزل تلوانيك روين النظام أتسقل عدس وين يكذف كام أتسامن الله سنحلال الحرام واتسخر مضل ميزانيك الأساسي اللي يحلال الحرام واتزرب بالليم ولا قراريك هتسوغ هذا غير غورس ولا قرار هذا غور في نفسي فينا بذلك أنه فدي من نغنجد بعد اسم الزيام أعرى النغ إسيد ربي اسم الزيام أعرى النغ إلى موت وثيد إنساد الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل فلس جبريل الذي قرأ عيش ما شئت فإنك ميت عيشين كاجبا ولا قرار تسمضه ولزم يمضر ماذا استرولد وكي قرار أيون جهد ذيقى ذو أنه يكرام يكسب سفر أخطر وإذا كان يكرام كم عيش ما شئت فإنك ميت. إذن أتهجد منك دائما وأبدا يوسن إذا ما تروح لدينا نوزر إذا رامل بيه وسن دسام وسن دسكام كما مثل الخوف من الجليل والحكم من تنزيل والقناعة من قليل والاستعداد ليوم الرحيم وإذن اشتكين التقوى يذمث الله أكبر كما يذمث إذن الصيام وإن لغض الإمساك في المكنة أكتسيت فحج ولكن الصيام غف الجوارح مثل الصيام والجوارح عن الذنوب والآثام ديننا مثل وقتي نفكر سيد ربي سبحانه وتعالى باش دينا باش يغلب يعيش الإنسان الشعر اللي دوني نعم يفكر في باش دينا سعداء ونسعد الآخرين يفكر في باش أننا السعداء اللي دوني باش ننتهني ولكن أنهني غيرنا يقرد قويس سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ويتفكر على القرآن باش تزيد الشقي ويتفكر على الدين باش تزيد الشقي فكان الدين باش تزيد هذه الصعود الاطمئنان الصعود هنا الصعود السكينه البويه اسعى شتو ذات سمت الدنيا ذي الجن مثل الدنيا وقفي الجن في الاخر انا في عشر ذيك في تفكير الدين كما مثلا ما ذكرنا السبعين لكن يتيقي حي اي دين ربي غير دين النبي صلى الله عليه وسلم انا عايش الجن في الدنيا وقفي الجن في الاخر وتسكتوا على المعنى ما قلنا وتسمع قيدر ما يقولك يوني السعي الدوني وتسمع قيدر ما قلنا يجوالك يوني في شوية الدوني أنا خطر في مليل الزفر بين المحاسبة اللي يكون يلي يولد فان الفعاليس المثال مثلا جمر ما ينسى مرك إذا ثنج ولكن الخاسر بني خسر يا خامس قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الخاسر بني خسر يا خامس وما الدوني تكسر خسر مرة الكاغيب مثلا أيه مثلا أما ننزول قوين ند بليم العبادات الشعائرية أما صزاني ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ويجيني مرة أكو إفكار نتسي دربيهم باش أن يتصرف جام أدن مكفيس دربيهم أدن مكفيس ثيقيهم ولكن إفكار نت باش هذا ثنوال نقول دي عبادين خزر كادي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة تزريث من عبادة شعائرية سجني إذا قروين الدين الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين تزريث إلى الكرة سيد ربي سبحانه وتعالى يفكر
باش أذغدو خرف فين نديره كنافخ بالشر الوالديني أنا أتضغط جيراني أنا أتشر الغير نظن أما سلكت في ناصري من الحالث أنا أتخذ عاد أنا أتغش المكرة أدو مثل بلي دائما سيدة ربي جويكين إذا أذغدو خرف أذغدو خرف غفين شتنين الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ممكن تنهاه الظالي فيه أفن شتاكي مرة أكو إذا بقرأ وإذا ما تنكي عباد الكشي لسأل في السلطة أعطي تظالتين أنا إذا ضبط تظالتين وكذلك الصيام أم تظالتين خطر تظالتين القلب وأقيم الصلاة لذكري الظل باش هذا يدم كثير والصيام كي أفضل ربي باش هذا يدم كثير يغنى الصيام الوقيم أركيد القرآن وخدم ذرا أين ندير الغرني خطر كلام كالذي قال ماشي لما كياما كتسيسي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وإن أنجر القول الزور الكتب الفحش للكلام مسلين ديري مسلين يصدرون مسلين يقصحن وإذن يكاف مكان غربون ماذا قلنا موت جذر عن اشتاقيم والاستقاء على المعنى سيدرني ماذا جذر ما كلامه كتسيسي يسوح على ماذا قلنا دلاشها يقرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أشحد وإن نغيك وزمن يتخرج المكنه وكتسيد ينتحش مسيانا ربي نازي سيانا ربي سيانا ربي فان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم مريل يون يزام يند أدي حرف غفير سيس أدي حرف اللي يشوفه غير حشين العين حشين العين غادي يشوفه غير سيس ولي يشوف حشين هذا قلنا ماذا قلنا ثمقر ضد العبد ينيرد القبيح نغاهتي نقدر سلي وكنا جيفرا نغاهت بركي ضرك تسواوان نغاهت سقس حدا سلي ضرورك ولكن استند اني صائم يمكن ان اتحرى في الصيام الله اكبر يقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقال خمسه يفطر الصائم خزر مثلا باش نزر ماشي المكنه او كتسي او ان يوزم خزر الجوارحي ما وزم ما وزم الجوارحي توزم مرزم الجوارحي وتوزم الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمسه يفطر الصائم الكذب ما تشكذب أقيك فضل الغيبة ما تهضر فيك ما كاينش شي من فين أين نهرب أقيك فضل ما تسوي بويض وغروة النميمة أقيك فضل النظر عن السوء ما ذكرت مقرض غير الحرام مقرض وين يقرب النظر ثم زوارث ما في حوض أتخزر حاجة زوارث خزر ولكن النظر ثم زوارثينك إن النظر تسي أتجلو الصيام اللي ما ذكرت وجهت واسم الطيب النظر عن السوء يقال اليمين الكاذبة ما يلي ما ليش يقول لي من الحنف ويجيني الصفضان الصائم ويجيني الدليل الواضح بلي الصيام رمضان الجوارح صيام الجوارح وإذا رأى الصيام في المكنة التكتسي ويجيني الدين النغي مثل بشر ذي ربي أشياء ما دي قال سيد ربي العزيز سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان يحسب ذي الشهر يحسب 30 سنة ماشي تسمعنا ماشي 10 يوم ماشي 15 يوم ماشي 20 يوم ولكن ده الشهر على خطر يزرع ده شو المدة يمكن الكافية ماذا قلنا عن عبد يسنب إيماني صفة العين ويوخر في صفة دينه قد يغرد إنه 30 سنة ماذا قلنا تسمع كرض أي مهنة شوية تزكي أي نيفو يخدم مثل عبد 30 سنة حاجة حفظها لا تحفظها و30 سنة أدفظ الشهادة أن التقوى كدي قال لعلكم تتقون 30 سنة أتسر مرة صفة من دينة سابقني أتجرد صفة من العين يكحب سيد ربي سبحانه وتعالى إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شما دي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن معناه الصفة ذاك العين تدندب للقرآن الكريم يحمل سيد ربي الشهر رمضان يسعنا زي غروس يفكيس يوت الصفة إذ يفرى النقوغة في الصفة كامل ينزل ديك القرآن الكريم وإذ يدير الصفة لأن يدير القرآن الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله أكبر ذو المدرسة من الصغر مثلا في كافة سيد ربي سبحانه وتعالى باش أنجدل سلوكنا في كافة ذو المدرسة من الصغر أنصغرنا في الحلال أنصغرنا في المكنة أنا كنت سيد وإذا كنت سيستك نستيذني أتصغر في الناس باش هذا تسوق خارب دي حرام باش أتطفل الجوال حيك مرة وتسقدم لنا غير وين يهير ربي الخارب سبحانه وتعالى كيف مثلا وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى نفس البلدان إلى قدس يعفس ويفكر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الشهر رمضان بالمناسبة باش نزر باللي تنفسي البلدان حشر وين ندير للسوفا ماذا قلت وكرك وين نقضوا عن تنفسي ديش ويفي غرق الروين العين أذي خصر دوني أذي خصر يخر الله أكبر أكي عيد مثل إذن ذر المدرسة الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم كدنا
إندى لقاصد من الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجي به. كل عمل اللي يخدم بلد مرة نبك ويسعى القياس يسازف كالأجر يسازف كالحسنات ولا حاجة الصيام إندى الصيام إذن كني كان أري جزيل ففيش ويزميلة الجزيل عبد الله أخطر شي مين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سكنك زران أن الصيام البلد ما مشي قلنا الصيام ذي العبادة الباطنية ذيني لن دخل أدم أقرب يعطوا الزرطة ملك اللي يوصام لغاية أثاني يوصام ولكن لزم الرات الزرطة فاشا في قوصام إلي يوني عبد يسد العمر يوصام كامل ولكن يقول ضد الدشرة المباركة يقول لك يفد العبادة سوزمنا يوزم أماكن 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 سوزمنا ولكن ماشي اللي هي الخالصة رمضان ويزبير هذه خالف العبادة مرة هذه يشلو ثنين وزام كامل وكم قبولها الصيام ينسى خطر ويسعى على النية الصيام كان اذا سيد ربي الخالق اذا سكني زرع انا من وزن انا واي مالك بالسيمس ودي قال وانا اجي به على خطط الله السيفان الصفر الزخيم والصبر يتكسر سيد ربي الاجر بغير حساب يقط قويس سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ندويه وما يزملش في كل عبد الاجر حشان كناس في كل الصبر اكساكني وذ المدرسه مثل تكماس يا قناع قيم تجماس نهدر نعم إذا أنا كثف إمسلين غف تجماس باش نظر ولا شاب الرانين هنا ذات مثلين الله إنما المؤمنون إخوة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان الإيمان ما تحمل ما كان شيء أماكن تحمل أما كنت حمي ضخامي أما كنت أما كنت تسمن لذ إيمانك أستمن لذ أي ما كنت تسمن لذ أينك تسمن لذ إيمانك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتسمن لذ يليون ديهول وتكمل لذ إيمانيس حشا ما يحمل الغريس يعني يحمل إيمانيس نتصوزون أكنيه نفطر أكنيه نتسحر أكنيه نتعقيد أكنيه نسجد أكنيه نصركي أكنيه ونتصال التراويح أكنيه كيف مثلا اليوم العام بغى الحية الحي مرة تزر ذي سعيد عرفة اللي وني ذي مليون اللعبة مرة أكو سيون اللي بس ذا شبحان يوند يقول التركوي ذي يوند يقول الصبادي ذي يوند يقول الثشاشي ذي ولكن ذا شبحان المرة أكو هذي سبان لسلسل على خطر دينا أما ذا الرئيس أما ذا المرؤوس أما ذا الغني أما ذا الفقير أما ذا أكلي بغي اليوم ولكن أظن طوالك كيف كيف على خطر غسيد ربي سبحانه وتعالى كيف كيف ونسى الدائرة الشينا نقص دريانا نقص الجهادنا ولكن أنا عديس التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان يد مثل إذن ثمسة تجمس أنا عقيب لي ديننا ديننا ذنشتقين في اللي سوصين المحبة أكت تجمس أكت دوكي إنما المؤمنون إخوة ولكن هذا كلام صعبار الأخوة ثق ما سكوت صعبار تقولي كروت مثل كن سيمن عقلت كبار ذي الإيمان الإيمان ده إنما المؤمنون إخوة الإيمان سجمز ولكن ماذا قلنا الشيء تحميض ما شاف ربنا في تحميض تحميض في بعيد هذا جربي جي ممنا في العنصرية أنا مستمرتي أنا ماشي مستمرتي أنا مش الحرامي أنا ماشي مش الحرامي أنا غيدا بلي أنا ماشي غيدا بلي تساعد أقص شيء مرة ما إذا عندش وطن إسات حمر الغار إسات حمر الغارني أنشتكي وقت يا رب سبحانه وتعالى خذتوش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم كده قال إن الصوم يوم تصومون الصيام نسمة الظلم مرة والفطر يوم تفطرون أسماء ما فضر أي أسماء فضر مرة يقرب والأضحى يوم تضحون وزميل العدد يزم واحد سازي وزم واحد 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 كرمضان منظم لنا مرة زميل مرة أسم نسي من مرة أضزم لفبريد وفضر مرة أفبريد وضحي مرة أفبريد وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذا نسام إدنا إنما المؤمنون إخوة ويبغى أن يحقق صفة يقين صصية الله أكبر كان مثل خطر أنا وقت زمان نبي زار وقت اللوزان وقت سر الياس ذا شوف السقسيم العبد أمركانتين نغوي نسعى والسلال ذا شي نقام الياس كان يخوض مع بوضيس ولكن الرازو زمان أثي السينيون حاشا السين مدنك زمان أثي السين أثي السين الفقير ونشارع شحال أثي السين الصائم يتصوزو من وقت السين كان سنن تمسير طلاص وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل دار الرحمة أروينا كنيا نقيق وزامنا كنيا بلي أذي زار الفقير لنا يلوزنا كنيا ما تزوم ضد السحر مدري عشاء أعقل شيء مالك بلي رزنا في حسنا كنيا مالك تحسوا تذي الشهر كان ولكن الفقير يتعرس في سحر بلك العمر يسمى الله تنسادي من بيز بلك أسيج أسيج أنشتيا باش أدي فبقل سيد ربي الرحمة نقول المؤمن أن الهيض الفقراء أن أمس الزكاة أمس الصدقات أمس فعال الخير
فعل الخير مرة. الله أكبر. إذن أية مثل الصيام الشغل دائما غير هو يجين ما قد رمضان إلى قد المكثير مشي الصيام في المكان المقدسي غاش ويجي محدش في لغة النغمة كان ما ذكر لغة شد رمضان فغرب فرصة رمضانية ولا قد السويد كيف 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 ولكن ويجي أدنى مراتب الصيام الصيام صيام الجوارح ما ذكر لك شخص خدم ضرف عائل الخير ما ذكر لك شنو في غنر الجوارحك يوبري أقرك صائم إذا أوين يوزمن خزر الجوارح ما ذكر له زمن توزمن ما ذكر له زمن ما ذكر له زمن نر الجوارح فانك أفوز عقب دشون الصيام توزم الله أكبر خطر الرسول صلى الله عليه وسلم إن دشون في دروحه إن دروحه ويل صدق إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن دروحه ويل الأخلاق والصفات إنها بشر بيض أضرب بيض الأمين الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه إن دل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده خزرتين سيمين مثل وديو درارا وغني تصوزو من نغضو بني تزالر نغضو ويجي ذو الفرض فلنا مراكوة نخدم ولكن المسلم يندل ويه يسلم الإن سيمين أما دلسيس أما دفوسيس باش أنظر بلي صيام الجوارح إذن أي مثل رمضان إلى أسل الأزاي وثن السفو غرام المقصد ينس وثن سعي شرام ونسي درارا ذكس حشا يولى المقصد باش أنيلي من المتقين باش نسعون الصفة العين تدنجب الصفة العين أدنو خرف الصفة الدنيا ذي الشهر أغذي رزق صلى الله عليه سبحانه وتعالى الشهادة من التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وذن أهطرة ما ذكرنا يساعدت لي عبد القهوة يساعدت لعبد المسلسلات ذي الفلان ذي الملاهي ذي قوينك يا ربي كامل سبحانه وتعالى أهطرة يرزق إنسان بقر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما ذكرت تقمص ليال إن رمضان مرة إيمانا واحتسابا سيد ربي ذيك يعفو الذنوبه ولكن ما ذكرت سعدات ذيك متقنة كما يقولون ذلك أهطرة ذيك يعفو سيد ربي الذنوبه الله أكبر إذن إلى قد نساعدين ذي التلاوة القرآن الكريم إلى قد نساعدين ذي القرآن الكريم أثن ساعدين ذي الصدقات أثن ساعدين ذي قيام الليل أثن ساعدين ذي الذكر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أثن ساعدين ذي الزيارة حباب سيرة الرحم وإلى قد أذنسوا السحور الإنسان الصائم دائما أنتصر إن شوية مؤسس السحر له ولكن السحور السعى بركة إنسان أذي السحر على خطار قرر الرسول صلى الله عليه وسلم فإن في السحور بركة إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين كما يرمذن وشو نستجيب أن حقق المقصد الأساسي في غدف كم سيد ربي سبحانه وتعالى الشهر من رمضان لكننا نحس فيه في العادة مثل حاجة قضية وحمس سيد ربي سبحانه وتعالى من جايد بالمكلة وكسيسي كان ماذا قلنا القمية صيفات دي السمحالة ماذا قلنا ذلك عشان اسم قرن وزار ولكن أشحال إذا نسف سنة من جوغل أسم أشحال إذا نسف سمي خداعان شلمين الحانث الغش الخداع فقاضة البعيد كل شيء أهذا بلك الفعيل نديري مرة تشوخذ من الشهر من رمضان حاجة قضية وحمس سيد ربي وذي جعل ذا في إلى قناعة قبل يوم وثيدي صحوالة الصيام لعبدك خدمة إشوالي إشوالي مجيح يفكاثي سيد ربي سبحانه وتعالى باش أدي وين الصفة الآن أدي لمن المتقين وإذا كذلك قلت سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى رمضان ولي خدمة الشهر وحدث إيماني ولكن يخدم استاجي خدمة 11 الشهر دي الدون باش أججد الصفة الدنيا وتجد الصفة العين غير سيد ربي غير النبي صلى الله عليه وسلم واتوال مرة 11 الشهر كامل بلك العمر كامل كما يتمثل أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أدخل ربي الصيام لنا أدخل ربي القيام لنا أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.